أم هيثم نموذج لنساء تعز. ارتقى ولدها شهيدا في مجزرة سابقة ارتكبتها الميليشيا الإنقلابية بحق المدنيين في منطقة بئر باشا قبل عام ونيف، وكان لها رسائل حينها جدير التذكير بها. أحب أقول كلمة لعلي عبد الله صالح وعوانه وعبد الملك الحوتي وعوانه، مهما قصفوا تعز، مهما عملوا على تعز بالصواريخ والكاتوشة، مهما ضربوا تعز مع رجاله، وإن شاء الله أنها تنتصر. إذا هم رجال يحاربوا على أقواقها اللي وقه اللي يضربوش بالكاتوشة والهوزر، محنا صامدون كاس ومد قبل صبر والقاهرة وش ننتصر، وإن شاء الله إن أنت مثل القذافي إن شاء الله وش ننتصر، وإن شاء الله إن أنت مثل القذافي إن شاء الله وش ننتصر، وإن شاء الله إن أنت مثل القذافي إن شاء الله.